طبعا انا راح اعلق لك هسه بالبدايه صوت عصام الشوالي، بعدين فهد العتيبي، رؤوف خليف، فارس عوض. اوكي. اي وبعدين واحد واحد بالتسلسل. هسه بالتسلسل راح اعلق لك بلهجتي العراقيه، صوت بدون تقليد يعني. أوكي. على مود الجمهور يعرفون المعلق شلون يوصل بصوت واحد، النبره الخاصه له. انا حبيت اوضح بهذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي، أنساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نتكلم ونتحدث في ملعب الشعب الدولي، اللقاء يجمع العملاقين الكبيرين ما بين القوى الجوية والزوراء الزعيم. اليوم ننتظر من سيفعلها ومن سيختمها، اليوم ننتظر من سيعطي العلامة في أجمل ابتسامة. الكرة تلعب في وسط الملعب لصالح القوى الجوية. هذه أمامنا بايش يعطي أكيد تمريرة لحمادي أحمد، عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية، جول، صار الجول. الله 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 الله، حمادي أحمد السفاح لكن خلاها مرتاح. هذا صوت العادي. أغير غير أصوات فهد العتيبي. تمام. بس والله أنا أقول الجول موت. تمام. متابعينا مشاهدينا، لكن قلنا في دورينا كان اليوم دورينا لقاء الحرب، لقاء مغازلة المباراة، محاربة أرضية المباراة. نعم الكامبينو حينما اعتذر بطولة دوري الأبطال سوف يفوزون مركز الأول، لكن لا، الحديث اسمه برشلونة، لكن الموادع المواصلة لبرشلونة مدريد. التغذية على السيد العجوز اليوفي الإيطالي، 13 دوري في الأبطال، عادت لي بنزيما يمر. شربهم كواهم يحرق مرماهم. خلينا نشوف رؤوف خليف يتكلم على برشلونه. نار 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 يا حبيبي نار. قلت لكم مشاهدين الكرام شوف الصوره والكره، لكن برشلونه بقياده ليو مثل ما يرحم الجلاد، الجلادين نجم الارجنتين غريب. ليو ليو حط الكره ليو من سواريز، كره رايه. شو هذا شو هذا، عجيبه وغريبه. خلينا نشوف يوسف سيف نتحدث على الريال. والله ممكن اعلق وصفك، لاحظ معي الحقيقه مباراه صعبه، لكن العراقيين يقولون يوسف سيف، يوسف سيف المعلق القطري اللي معروف دوليا. لاحظ معي العراقيين يقولون يوسف سيف اللي عاشق برشلونه، لكن برشلونه بقياده يونال. لاحظ معي المنافسه ما بين الريال هذه الموسم، برشلونه لا افضل للريال لا افضل. لاحظ معي الكره من سواريز، ممكن جول، ممكن شوف 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 شوف. يا الله والله علق وصفق يا سلام. في ليلة الظلماء يظهر البدر. خلينا نشوف المعلق المصري أحمد الطيب. النهار حلوة والكرة جميلة، لكن أكيد المنافسة صعبة ما بين العملاقين الكبيرين، لكن مزال قوية. لا 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 لا. الله 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 عليك، تسلم رجليك. الكرة خارج أرضية الملعب، راحت ولت خرجت خارج أرض الملعب، ضربة مرمى وسوف الحارس يلعب كرة. طاز كرة عن طريق حارس المرمى، يعني يبحث على حل الملحل. لمسة هلالية عادت عن طريق الموسيقار الرسام، خطيرة للأصفر. لا حذر الأخضر باللون، لاحظ التسويبة مش ممكن مش معقول، خطيرة يا سفاح، خليه مرتاح، مش ممكن على كورة سحرية مرت، لكن فرجها كورة ركنية أكيد ملكية عرضية متابعة لكن خطيرة. تصل مرة أخرى على جهة اليسرى، خطيرة الدفاع ممتازة، والهدف الأول لا يأتي، تمشي للأسود باللون. لاحظ الأجمل ما يكون، خطيرة يا الله يا الله. القناص الرابع المدافعين والحراس، الحكم يعطي الضربة الجانبية، كل الأمور طبيعية مشاهدينا متابعينا، لكن قلنا في دورنا مرت كرة لكن خارج أرضية الملعب.